انه بقي نص ساعة على الافطار ام عبادة، ما لي شيء من ريحة اكل ولا في شيء عم بروح عم بيجي، ما لكم ناويين تفطرونا اليوم؟ شو؟ نص ساعة بقي نص ساعة بس؟ الاكل؟ نسيت الاكل؟ نسيت الاكل؟ يخرب بيتك من حالك، اكل بنتسى؟ نسيت الاكل، قلت لكم دبروا لي على الروس بعثوا لي اياها على انستا، ما حدا رد، ما حدا بعث لي. لحد الله اشوف الفيديو ما حط لايك حط لايك، وما مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة قربنا على المليون، لوقت ما اشوف شو بدها تعمل اكل، ام عبادة. قول انا شلون نسيت هيك الوقت؟ منين بدي ابلش اول شيء؟ هاي مي قدرنا لسه عجب حياتي ها شرفت انجلينا جولي والله ما يعرفين ان شاء الله صباح الخير ولا مساء الخير ولا عصر الخير لا والله استمر الدهن في خمس دقائق لسه يلا مثل ما بدك اوكي صعيد ما بدك اساعدك بشي امنت الله نعم جيتيني قبل الاذان بخمس دقائق عم تقولي لي اساعدك بشي لا تعز بحالك لا تعز بحالك انه ما ابي غير اذان اذا بدك روحي اذني روحي من الدنيا نار عم خلتي اما روح سيامي عليكي هي علينا الاسوان الحافظينها كل يوم الموشح تبع كل يوم يلا عمي معناتها ما بدك مني شيء قلت انا مو عم بقول لك انه اشطي لبرا شكرا شكرا غلبتي حالك امي انا غلطان اللي جيت اسالك انا طالعه اترك مريم بعد ما الواحد عبى الكرش ما بقى ناقصه شيء منه خدوج لا تكمل لا تكمل حفظنته انا الدرس بدك كاسه شاي صح يا عيني عليكي قومي اعملي لي كاسه شاي بسرعه قبل ما اقدر العشاء بدي ارحق التراويح ليش لا ليش لا مو غلط منوب منوب مو غلط انا اصلا عملت لكم برمضان خدامي قبل الافطار مع عمي على طبخ وغسيل وتغسيل وبعد الافطار بنفتح نفوتيه بقى شاي على قهوه شاي على قهوه ليش مبالك انت شفتي شيء لسه نحن مو فطرنا لازم يكون في جلي المطبخ الله مباشره يلا قوم اجلي بسرعه ولك شو بكون ما في غيري مالي قايمة يعني مالي قايمة لا تعذبوا حالكم لأما لوقت ما يخلص مسلسل بيح أروح تحلق اليوم ما بدي أروحها إيه ليش لا مو غلط خليكي بالك مثل ما أنتي لا عندك أبو بدا تركلي هالطلعة علي لأنه أنا مزامرة منها من الصبح وجاي بأي أضربة نعمش رح تاكلي قتل لحتى تفرقي أنا برأيي قومي ارقدي على المطبخ لحقي حالك بسرعة ولكن فيدي بريشة والله بيني وبينك أنا عم بقول هيك ايه روح صابكم روح صابكم ولو ليش معسبين ما بحطوا شط من ايدك مو بدك شاي هلا فورا بكون عندك وانت امي مشكلتك الجلي هلا بدي اطبخ حب الماء حطي لي البابوج من ايدك مسيطرة همشيك مسطرة هخليك لو شفتي بشارع بنتي تبصي لورا ما شاء الله ما شاء الله وكان انا عندي بالبيت مواهب عندي كل واحد بولادي عنده مواهب اكثر من الثاني هي المواهب لازم ننميها وندعمها نحن اهل الحاره تحت متجمعين بتعرف ليش متجمعين ما انا عارفين انها الصوت طالع شي تركتور على الطاهم ولا شي موتور فتان بالحاره طالع صوت ما انا عارفين خلصتي للساعه انا خلصت امي خالصه كل شيء ها ما بقى عندي شيء منوب رح اتفرج على مسلسل ما عاد اعمل شيء منوب ما بتصرخوا لي وقد اعزل من انزل عندنا شي فنجان قهوه نروح عليه اوف كانه ابن خلصان عبادة تعال بسرعه جيب بنت نعمل قهوه اوه على عبادة اللي ما في غيره بالبيت كل شوي عبادة روح جيب عبادة تعال جيب عبادة خود جيب عبادة تعال جيب ما في غير البيت يعني عمكم مجهود نزل خلوه يجيب لكم نعم قلت شي قلت لي قهوه مو هيك قهوه يلا مباشره مباشره على فكره عبادة كثير عصبي والله مو مشان يمشانك انا جوعان وبدي اكل ها اجى اللي مو معروف راسه بالبيت لا بتعرفيها راس من اجرين تبركي على الفطور وقت صفره الافطار بتطيبك عم بفطر معك تبركي على السحور بتطير تسحر معك بصير الظهر بعدي الكوميه تفاحه بياكل ايمه تصوم ايمه بتفطر ما بتعرفي لا هذا الباش مهندس تبعنا بقى هذا ما فيك تحكي عليه منوب بنام الساعه 6 الصبح في الصبح على اساس صايم بالطائع بياكل لا وبيجي اخ النهار بقول لك انا تعبت كثير من الصيام خلصتوا انتوا اياها تكرم عيونك يا عمري الله بعمل لك اكل لحتى تكيف وانت سندريلا خانم بتنامي اليوم على بكير بكره بدنا فيه بكير ليش حمله تنظيف شامله للبيت كلياته فهماني وليش من 7 الصبح امي خليه بعد الافطار الواحد يكون اكل ومروق ومسلطن بعرفك بتقطيع على الطايه لا انت فكرتيني انا عم باخذ رايك انا عم بعملك امر الصبح الساعه 7 تكوني فايقه والله يطعمك ما تفيقي تعمل جودي ما بدي افيق يعني ما بدي افيق وخلص سمعتك ام لسان طويل ولك عبادة ليش ما عم تسمع كلمة ولك انا ايش عملت انا ايش عملت
حجي منور والله منور وجودك معنا. احكي لك شي كلمه. رايحه تضرب وجاي تضرب، انت هون رجال ولا شو؟ نعم بدك ياني اتدخل؟ ولو انت ما في عقل هيك مره مثل امك مثل ام عماده ما فيك تعمل معها شي منوب. ما عليك غير تدعي، ترفع ايديك للسماء وتدعي، واذا كان دعائك مستجاب ان شاء الله ربعي مستجب لك، واذا ما استجب لك انت وحظك. المهم ما تدخل هيك دخلي، مو بقول لك بعد على الشر وغني له، هذا هو الشر، غني له. لا تأخرنا، صارت الساعة 8 أكيد مكرش ما فايت. قولك نايمة، نوم أهل الكهف إن شاء الله، ما مكفي صارت الساعة 8. هجموه، قامت الحرب. إيش فيك؟ إيش فيك؟ لا سلامتك، أنا ما قلت لك في الساعة 7 ليش ما فاتي؟ قولك أمي، في حدا في حدا هيك؟ أنت وين عايشة؟ بالصين؟ لا بالهند، وبدي أخذك لهنيك عشان يقدسوكي، بتعرفي ليش؟ لأنه هنيك بعبدوهم للبقر، وصل لك شأن كبير كثير. 3 دقايق تكوني وراي بسرعة، بس استناكي بالصالون. راحت؟ راحت، أكيد ما بترجع. يخرب بيتك، رجعتي أنتي؟ إذا أجت أمي وشافتك رح تشوفك من الشباك. لا ما عاد ترجع، أنا حظنته للموشح، كل يوم الصبح تيجي تعطيني هاي الجريدة وبتروح. هلا خلص راحت، ما عاد ترجع منوب. نام نام. اصطف لي، أنا حذرتك. قولي خلاص بيتك استعمليني. ها؟ سمعتي؟ قولي، يلا جيتك أمي. استنفار أمني. أمريني أمريني يا ست الكل، عالصالون مباشرة، بس تنظيف بسرعة. يلا يلا يلا، مبين يوم أسود من أوله. منين بدي أبلش؟ منين بدي أبلش؟ لحظة، كأنه هي الحلقة 9 مسلسل كندوش، شكلها هي عادة بيح أنا ما حضرته. يلا خلينا بقى أتفرج عليها بلا تنظيف بلا زفت. قولي هي امي اجت. قولك ساعة كاملة عم تضربتي مخدة بس. لا امي كنت عم بسألني غير شي. ايش بدك مني؟ اتركي من ايدك يلا، روحي كمي تنظيف غرفة عبادة بدون ما تقربي عليه وتفيقي، انا خلصت بكمل هون. وليش ما اقرب عليه؟ ما بدك اياه ينزعج عشان ما يفي، يعني خلي فيه حرج. ايه ما بده يضل نايم؟ انا ايه ما تفيقه؟ فوتي على الغرفة نطفيها من دون ما تفيقي، لا تقربي على تخته، واذا فاق وعملتي الشي انا بعرف شغلي معك. طبعا نايم الباشا نايم، ما بدها تزعجه. انا بفرجي طلب عليك، شلون بدنا نفوت النوم فيه؟ شلون 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 لقطة من شغل مكنسة الكهرباء ولحاله فيه. ايش هالصوت هاد؟ ميخدون تركتي البيت كلياته وجيتي بدك تنطفي هون عطشان مكنسة الكهرباء كمان. شبك شبك، امي قالت تعي نطفي اوضه. هي قالتك نطفي هون ومكنسه الكهرباء؟ ماشي هلا بنشوف. امي تعي بالله شوي. شبك هون ايش في؟ ليه عم تصرخون؟ امي تعي شوفي تعي، انت مو قلتي لي روحي نطفي الغرفه بدون ما تفيقي عباده؟ انا جيت دخلت شفت عباده فايق، قلت حالي استغل الوقت واشغل مكنسه الكهرباء مشان اكنس الارض. قام راح عصب علي وضربني، شدني شعري، رفسني على ايدي، رفسني على رجلي، اي جزعتي نبض. يا ربي دخيلك، على فكرة الشياطين فعلا ما له شغل برمضان، ها ما له شغل، خدوش بتكفي وبتوفي. يا ليت خلصت هون، ما خلصت هون. رحت انا قلت لهم امي حبيبتي بعتتني لهون، قال لي طعي برا بلا امي بلا بطيخ. شايف ايش ما عم يحكي عليك يا قليل الدرباي؟ شو انت عم تقول عني بطيخ؟ كذابة امي والله كذابة، أنا هلا فوت الساعة لصوت المكنسة. كذاب أمي، طلعي حدا بكون نايم وبمسك تليفونه بلعب فيه. صح صح. لسه بدك إثبات أكثر من هيك؟ تعال هون. الله يسامحك يا عبادة، هيك عم تظلمني أنا أختك وحيدة برمضان؟ وين بدك تروح من رب العالمين؟ أمي أنا بدي بنظف البيت، إذا بدك شي كمان نرجع صغيري. وليك استردو رمضان يجمعنا.